مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقتنا الجديده من جدر الوالده. حيا الله امي، شو اخبارك؟ حياك الله حبيبتي، وش حالك انت امي؟ الحمد لله زين، الله يسلمك. الاهل والده والعيال كلهم الشباب الحمد لله بخير ونعمه. شو اخبارك انت؟ طمنيني عليك. الحمد لله نحن بنعمل وعلى عيالك. الحمد لله رب العالمين، كل واحد يقول من صباح ومساء الحمد لله يسوى ملك الدنيا. هي والله صادقه رب العالمين، الحمد لله لك يا رب. امي قدام الفواله، خبريني اكثر عن فوالتكم الاوليه. اول حبيبي ماشي برتغال. هي شو اول عدكم؟ برتغال ماشي، عنب ماشي اول. هاي حين من الستينات والخمسينات استورد علينا من هي. اول موز، هذا موز العربي. العربي مش الهندي. لا لا ما هذا، هذا حين جاي علينا دخيل. هي موز العربي، الفراخ، الحلوى، التمر، القرص، الخبز، الرقاق. هذا فوالتنا اول. اذا روحنا في البيت ولا ضيوف هذا فوالتنا. شو تزرعون؟ اناناس، بسكوت، الاناناس دائما، الفراخ هذا من يجي الضيف ولا حد يجي المسيان حطينا فاله اناناس ولا بسكوت ولا فراخ ولا حلوى او تمر او قرص. ذيك الساعه نسوي طازه. يعني هاي فوالتكم انتم الاوليه؟ الاوليه. وفي مزارعكم ما تزرعون شيء من الفواكه؟ الا اول ماشي برتقال. اول ماشي، الا اول ماشي برتقال. الرقي فيه، الرقي، هي. البطيخ، أوكي. البيليان، الباميه، هذا اللي عندنا اول في المزارع. نعم. المزرعه روحها الضاحيه روحها مال هذاك، والنخل روحها مال النخل روحها، والضاحيه روحها. هذه الضاحيه يسموها حق الفواكه، وهذاك النخل يسموه حق الرطب والحشيش، والهذا الهوايج تكرمه يكرم السامع. هذا فوالتنا اول حبيبتي، ما عندنا يعني بطغال. سواء اذا ياكم الضيف او بدون الضيف، الفواله موجوده. موجوده اذا ما عندنا، ما حضر عندنا موز، ما حضر لازم هذا. التمره موجوده، التمره موجوده ومحطايه في الصينيه، والطاسه الغسول والفناين والدله محطايه. والدله نحن هذا ما تنقص عنا شيء. يقول اللي ما في تمر بيته ما في تمر اهله يوعان. اللي ما بيته تمره في البيت يقول اهلي يوعان. صح، نحن ما لنا غنى عن التمر. ما لنا غنى عن التمره، لان هي الاصل واليدود والتراث هذا التمره. صحيح. ماشي يعني نتنازل عنها. نعم. ايه نعم. خبريني امي شو طبختنا اليوم؟ اليوم طبختنا مكبوسه دياي مال اول. الله، اهم شيء بالطريقه الاوليه. الاوليه وبراويش بعد، وبتشوفي وباش تطبقي عليها نفس الطبخه اللي طبختها. ان شاء الله. يلا. نروح نتعرف عليها بيلسة الطبخ. هياش تفضلي. تفضلي يمه. يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمي المكونات كثيرة، خبريني أكثر شو بنحتاج طبختنا اليوم. مكونات المجبوس هذا لازم. مكوناته عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا الماجي، عندنا الكركم، عندنا الزنجبيل الناعم، الهيل الناعم، الزعفران، الدهن العربي، الليمون الناشف، الملح، الهيل الحب، الزنجبيل، الورق الغار الناشف، البزار الأحمر، النجمة، القرنفل، عندنا البزار الأسود الناعم، عندنا الكمون الناعم، عندنا حبة الحلوة، الفلفل الأخضر، عندنا البقدونس، الكزبرة، والزيت، البطاط، الباذنجان، الليمون، الطماطم، والدياي. يلا بسم الله. الحين نبغى دياي، بنبزر الدياي. أعطينا حبيبي زكية. إن شاء الله لحظة بس بطل الشياء. يلا أعطيني الملح والبهارات، خله أبزر هذا. هذا الملح. هي أول الملح، نملح أول الملح عشان يستملح الدياي. يستملح الدياي لازم. كيف الملح؟ الملح لازم تحطي عليه إذا قبشة عودة قبشتين، إذا قبشة صغيرة قبشتين ونص، عشان الدياي يبقى ملح. يتقلب هالشكل، بعدين يتبزر مع البهارات. شو تبين بعد من البهارات؟ يبي الكركم حبيبي اول. ان شاء الله. لازم نبهر شوي الكركم. بسم الله. بسم الله.
هذا الكركم مبهره شويه عشان يتقلى يتحمر علينا الدياي. يعني كله بالقياس صح؟ ايه ايه كله بالقياس طبعا. شو بعد غير تبين؟ اعطيني بهارات حبيبي. الفلفل؟ لا البهارات هذاك العربيه. اوكي. هذا البهارات طبعا لازم نبهره عشان تعطينا نكهه المقلى. بعد تبين هاي؟ ايه السمك نخلط لي. هذا بعدين انا بتبله على يلا بس 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 الغاليه. الحين انا بتبل على هذا ها بحمره مع بعض. ايه التتبيله. أمي شو تبين أقص لك من هني؟ قصي بصل حبيبي. كم وحدة تبين؟ بصل واحد. إيه. وكيف أقصها لك صغار؟ إيه صغار. وبعدين قصي هذا شو تبين؟ بطاط بعد صغار على مود بالبصل صغيرة ومو صغيرة. الحين تبلنا الدياي شوية دقيقتين بنخليه عشان يتبل الدياي لين نحمر الدهن ونحر الدهن. تبلناها بسم الله. بعد التتبيله بتخليها. وشو بعد ثاني تبيني اقص لك اياه؟ ها؟ شيء ثاني بعد تبيني اقص لك اياه؟ بصل بطاط ليليان شوي 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 شكل البصل صغار ما وايد كبار. ان شاء الله. الحين بفر بوري هذا عشان يحمي الجدر. بعدين بقول لي الدياي في الجدر. هي. هذا الاوليات الجداد يسووه. ما يقول له يقول له في الجدر ليش البهارات والهذا وريحه البهارات والدين يتم داخل في الجدر. هي. بعدين نحطي عليه البصل ونحمره مع كل الاغراض اللي بحاجه. هي. بعدين نمرق عليه في الماء الحار، حارين عليه ماء حار، لازم نحر عليه ماء حار عشان سريع الطبخ. هنا نبى جدر يحر. نصب عليه الزيت. طبعا احنا الجدر لين يحمي، من يحمي الجدر خلاص بنحطي عليه الزيت. اذا ما حمى الجدر الزيت طبعا يسوي في ماء يسوي يلعوزنا يعني. ايه امي البطاط تبينا قصلك صغار؟ صغار ايه ما وايد صغار ما وايد كبار، قد البصل هالشكل يا حبيبتي. يلا والطماط؟ اعطيني الزيت. ها الطماط؟ الطماط، الفلفل هذا، البطاط، وحدة تبين؟ اي وحدة. خلي هذا لين خلص الدهن. الماي يبس. ما دام في ماي بيلعوزنا بيطشر. هي. امي ما تعلمتي المكبوس؟ تعلمته من الوالدة الله يرحمها، الله يخليها. ايه والجدات بعد الله يرحمها الجدات تعلمنا. هاي طبخات الجدات الاول، قول ابوي نحن نقلي الدياي في الجدر. هي. ايه. يعني انت الحين بتقلين الدياي صح؟ انا الحين بقلي الدياي بالجدر لان تعلمته من الطبخات الاوليين. هي. هي. بسم الله الرحمن الرحيم. في منهم يقلونه في منهم يسلقونه بماء. في منهم يقلونه في منهم يقلونه، لكن يوم قلاه يطلع الاكل احسن. ألذ صح؟ ايه ألذ طبعا. ألذ الدياي ناضي، انت ايش الغالية؟ شيء بعد تبين من البهارات؟ لا الحين بعدين خلها قليه وبعدين بعطيش تعطيني البهارات حبيبي. الحين بقليه لين يحمي الجدر، من يحمي التاوه. هي. البطاطا مين تبينها كلها صح؟ هي كلها، سويها صغار قد الطماط هاي، شوف الطماط ان شاء الله شكلها شكل. حاسبه عن يجي تحملي ان شاء الله. هي. وتبين بعد هذا الفلفل؟ هي الفلفل بعد شروات هالشكل ان شاء الله. والباذنجان؟ باذنجان بعد شرواته، كله متعادل، كله متعادل. ان شاء الله. يلا بسم الله. الحين الدهن حمى بنحط الدياي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثوم تبين؟ بسم الله، وي بسم الله عفدت روحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الثوم كم وحدة تبين امي؟ امي؟ الثوم. الثوم اثنين بس، كافي. بنحمر بالدياي بالجدر. يوم نحمر بالجدر البهارات تتم بالجدر. يعطيك لذة.
طبعا شوفي زكيه، اذا بتقلي دياي ما تقلي اول على وجهها، اول قليها الشكل عشان ما يطلع ليش في رايحه. هي هذا على بعدين على شو اسمه؟ هي على هذا الجهه الثانيه. الجهه الثانيه اخ مساكينهم صح ما يدارسين لكن عندهم فكره. هي يلا بسم الله حطينا الدياي تبين النص صح من الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم قلينا الدياي. الدياي تقريبا كم يبيل امي؟ ها؟ كم تقريبا يبيله؟ ان شاء الله بيخلص، يخلص شوي يعني ربع ساعة. لازم يتقلى دياي، ياخذ طبخة الدهن. هي خلاص اعطيني شوية ملح امي زكية ان شاء الله بحطي عليه هذا اليوم بتقلي السمك ولا بتقلي الدياي حطي شوية ملح عشان ما يطشر عليك. هي وانت حاطه الدياي على الزيت شويه ملح. هي لا قبل لا يوم بتحطي الدياي بتشوفي هذاك ينقع يطش حطي عليه هذا عشان يخفض هذا. انا بنقلي بنسكر عليه شوي لين شويه الدياي يطبخ يتقلى. طبعا الادوات كلها والدهن والهذا. الحين بنضيف عليه البصل وبينضي شويه، بنضيف عليه البصل بنحمره وبنضيف عليه البطاط والبيليات، بنقلي كله مع بعض. هي. بعدين المي يطبخ بنمرق عليه. شيء بعد ثاني هني تبين البقدونس؟ هي البقدونس والكزبره والفلفل الحار حبيبي الاخضر هذا. مي خبرينا عيالك يحبون المجبوس؟ يحبون المجبوس، اكثريه من المجبوس. هي. اكثريه من المجبوس، حتى العيال الولد يوم بيهم مال يوم ايش بسوي بكره؟ يبسوا هي. مجبوس، ما شاء الله عليهم ايو. شوفي زكيه تقلى في الجدر خلاص. هي ما شاء الله يعني ما يبي له وايد. ما يبي وايد، تقلى خلاص نضي. لان التاوه حاره. هي. اعطينا الحين البصل حبيبي. البصل الحين بضيف عليه البصل. بضيف عليه هذا بحمر اول البصل شويه فيه. امي ثوم تبين فصتين صح؟ اثنتين. بحمر البصل فيه. محمر كله مع بعض. هذا الاوليات الجدات يقلونه في الجدر. هي. التم مش في التاوة يعني. هي من دون تاوة دون التحمير بالتاوة لكن يوم مقلاة في جدر يتم ريحة المقلاة وريحة البهارات كلها موجودة كلها موجودة. أعطيني بسم الله على طول. ها زين أول عندكم تاوات؟ هي في تاوات في صح؟ في بس أنتم حق المكبوس تستخدمون الجدر. هي هي حد منهم يسوي هالشكل، حد منهم لكن الاغلبهم هالشكل عشان ليش؟ يتم البهارات فيه ويتم ريحة المقلي وريحة كل شيء فيه. كل شيء فيه. تحمر التاوة وتحمرت مع هذا مع البهارات مع البهارات الحمسة. الحين اعطينا حبيبي الثوم ولا بعده؟ الحين بعطيك. جماعة اعطيني البهارات. شو تبين من البهارات؟ اي اعطينا الكركم شوي. ان شاء الله. حياتي. هذا الكركم. ايوه. تبين طبعا بحطي عليه قفشة وشوي. لان هاي قفشة صغيرة. هي. البهارات بحاجة قفشة صغار، الكبار ما حلوين. شيء ثاني بعد من البهارات؟ اعطيني الهيل الناعم واعطيني الكمون الناعم هي اعطي. بسم الله ما يكمون ناعم. شو من البهارات بعد؟ اعطيني البهارات العربيه واعطيني الهيل الحب اعطيني ورق الغار الناشف. تفضلي. هذا الهيل الحب طبعا. القرفه بعد تبين؟ هي قرفه خشب. هذا البهارات الصحيحه؟ اي هذا لازم
ورق الغار عطيتيني حبيبي؟ لا لا الحين بعطيك اياه هذه مع البهارات الصحيحه. ورق الغار هذا شويه لوية. هذا كله للنكهات صح؟ للنكهات طبعا لازم بنغسله هذا لانه ناشف. خلي هاي لي يا حبيبي اللومي اعطيني اياه ما ينخرق يا بس وايد خرقي هاي لي حق المكبوس بس يعني هي حق المكبوس السمك يبقى ثلاث او اربع الدياي يبقى هنتين لان السمك يبقى حموضه بس نخرقها كذي ونحطها ايه عشان بيصير لي ماي فيه بعدين الحين بنحمر وياه حطينا البهارات وبنحمر وياه تحمر ورا هذا كله البهارات ولا هذا كله تحمر وياه الثوم الزنجبيل امي تبينه؟ ان شاء الله الحين ابا بسم الله تفضل هذا الثوم شو بعد تحتاجين من هني؟ زنجبيل والبقدونس شويه قلت تبين الفلفل صح؟ هي الفلفل الاخضر شوي بسم الله هذا بنحمره شويه بنسكر عليه عشان كم دقيقه نسكر عليه يبقى له تحميره الحين من ازيده عليه اصب عليه ماي الحار هي خلاص بدا يطبخ ان شاء الله بنقطع العيش ان شاء الله هذا كله بيطبخ مع هذا هي شو بعد تحتاجين بس هذا اللي تحتاجينه من المكونات بس خلاص تفضل الحين هذا حمرنا هذا خلي له بعدين يعني طريقة المكبوس سهلة جدا سهلة 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 مرة الحين وش بنسوي فيه؟ شو بنسوي؟ الماي الحار الحين بنصب ماي الحار على الخلطة هاي الماي يطبخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن يكون ماي حار يعني؟ أحسن ماي الحار لأنه بسرعة يبي يطبخ يبي تحطي ماي بارد يبقى له مده لين يسخن ولين يطبخ صح بسم الله الرحمن الرحيم سريع الذوبان ماي حار زدناه لازم الماي الحار بنيتي ماي الحار احسن بسرعه يطبخ اذا ماي بارد الحين عاد ملحنا الدياي ما ملحنا الخلطه الحين ان شاء الله يطبخ لنا شويه هذا بجزها ان شاء الله بنقطع العيش نخليه شوي يستوي الدياي نخليه شوي يستوي الدياي يطبخ يتمكس. يغلظ المرق اذا غلظ المرق مال المكبوس وفي غليظ خلاص قطع العيش ما دام بعد انه ما تغلط لا تقطع العيش لانه ليش العيش بلي عنش نسكره شويه ملحناه وشفنا ملحته هل زين ولا ما زين شفناه زين سكرنا عليه الحين حطينا عليه الليمون الليمون طبعا ما كسرناه صغار خرقناه عشان الماي فيه النكهه تطلع امي تحتاجين الفلفل الاخضر هي نعم يبي لي يا حبيبي بسم الله كم حبه تبين هنتين يبي اقصهم لا تقصي على حاله على حاله ايه الحين بنقط العيش اعطينا العيش يا حبيب زكية ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضلي الحين هذا العيش جاينا خلص بنحطي عليه العيش بسم الله الرحمن الرحيم لازم نشخل الماي بسم الله هذا العيش مغسول منظف مطيب اول هذا على قد العائله ما تسوي بعد امي هيل مبلتل كم العيال كم هذا تسوي نشوف بالقياس يعني بالقياس نعم على حسب البيت على حسب البيت طبعا بعد نزيد سبحان الله حد دخل عليك ضيف عند الغداء ولا حد ياك من الاهل ولا يعني جيران ما يبون هذاك تعطي عادي نحن نودي للجيران للحين ولا بكره ايه نحن مسويين مشوي ودينا لهم هم مسويين مرق جابوا لنا والشكل يعني الجيران الحمد لله اول متعاون من الحين من اول للحين
يعني للحين انت تطرشين غداك حق الجيران؟ نعم نعم، انا مسويه مكبوس اطرش لهم، هي مسويه سمك جابت لي هالشكل يعني تبادل. والحمد لله رب العالمين، اذا يعني صار رجال برا ولا شيء زاقرنا، تعال اختي جاهزه، تعالي مر علينا شويه سولفنا. ايه سولفنا، غديت وسولفت وتفاولت. قالت يلا اختي انا بس اسوي غدا، قلت يلا انا بعد بصير اسوي غدا، انا عاد شغلي جاهز مجهز وكل شيء، مجهز البصل ومجهز هذا مجهز كل شيء. سولفنا لانه ما بتعطل، بنا شغل النار شغلي جاهز صح لين يرى على البيت، شغل جاهز الحمد لله. متى تجهزين امي الاغراض حق الطبخه؟ اجهز قبل لا اطلع برا ولا بتيني الحرمه ولا شيء، اعرف نيشان الحرمه متى بتجي. متى الغداء يكون ذاهب في البيت؟ الساعه 12 مخلصينه. ايه لان الريال يصير الصلاه الغداء جاهز، السفره جاهزه ولا الخضره جاهزه ولا الجرجير والرويد من المزارع. يعني من يات الساعة 11 الصبح خلاص جهزتي الأغراض؟ خلاص 11 الصبح 10 الصبح طلعوا العيال، صاروا دراسة أو قرآن أو صار العيال برا طلعوا. فأنت جهزتي؟ جهز الأغراض حطيته، فرمت البصل. ولما يردبوا العيال من الصلاة جاهز خلاص جاهز كل شيء. ما قلت نهار واحد الحمد لله اللهم لك الحمد، ما قلت نهار ليش الغداء ما جاهز؟ يعني ما قد تتأخرتي؟ لا ما قد تتأخر، ليش نتأخر؟ لأن نتري العيال بس صح. ولا الحمد لله رب العالمين ما شاء مر على التيم تيم. إيه نحن عندنا تيم شو الضلة، إذا نزلت الضلة وين الضلة توقف؟ مر حد العريش خلاص. اليوم حنا غدا سوينا غدانا، سوينا هذا أكلنا وجهزنا، غسلنا الرويد، غسلنا الجردير، البصل أخضر ولا يعني اللومي جهزنا. غسلنا الصينية أول ما يصحون صح. يصحون على كل واحد بحاله صح. صينية وصرود يستفل رعة البيت هي. صرود عود ما شاء الله كل أسرة عليه عندها 6-7 يداوم الأم مع الولد، الأم والعيال كلهم مع بعض هي. يوم قاموا الولد شل شيء والبنت شلت شيء، ولا الريال ما يشل عندنا صح. ما يشل شيء الريال ما يشل شيء، الحرمة والعيال والعيال البنات يشل. الريال غسل يديه جلس داخل يتريى الشاي مسوي الشاي، عقب ما خلصنا غسلنا المواعين عقب الغداء شاي لازم يكون لازم شاي. البنت تم شو تغسل المواعين هي. البنت تم تغسل المواعين، الام شلت القهوه والشاي عطت ابو عيالها، العيال اذا كبار بيشربوا شاي اذا ما كبار بيشربوا لعبانهم صح. هي وهذا سنه الحياه حبيبي. بس على مش عطينا الزعفران عشان الحين اجهز ان شاء الله. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. أمي ما شاء الله ريحة وايد طيبة. إيه ما شاء الله مكبوس دياي وحين حطيت عليه الزعفران أكثر الريحة طلعت. ما شاء الله. إيه ما شاء الله. مشاهدينا دقايق وجدرنا بيكون جاهز. إن شاء الله. حطينا عليها. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هامي جدرنا خلص؟ خلص نعم جاهز للغراف، اعطينا الصينية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مكبوسنا خلص ما شاء الله دياي. ها ما شاء الله امي ريحته. بسم الله الرحمن الرحيم. في زعفران غاوية. لا لازم في زعفران شويه فيه. ودسين ما شاء الله ما شاء الله. بنحطي اول العيش بعدين بنحط دياي فوق. حطينا فيه بطاط، الشباب يطلبوا فيه بطاط بعد هي. حطينا لهم بطاط. أنا أحب المكبوس بعد يكون فيه بطاط. إي والله. العيال يطلبون فيه بطاط، حطوا فيه بطاط، حطوا فيه. بسم الله. سحلات ومرة جسيم جسيم. اللومية تمي فوق. أمي وهذيلا راح يكونون حق التزيين. التزيين نعم نعم.
الاصفر والاخضر؟ اي حق التزيين هذا. اي من فوق. بسم الله. نعدل الصينيه اول بعدين نزيد عليها. طبعا المكبوس ما يبي له وايد، مو باكثر من نص ساعه. لا لا ما يبي، ما يبي وسهل. من تقلى الدياي وتحمر الدياي في الجدر خلاص يتحمر الدياي. المهم الدياي متحمر، شبعان البهارات وشبعان ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط هذا شو اسمه هذا الدياي. بسم الله. يوعتيني امي. الله بالعافيه. هو مسواه مره ولا يغلي عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجبوس مشكورة أمي، ما قصرتي في طبختنا. هذه كانت طبختنا اليوم مشاهدينا الكرام، مكبوس دياي. في أمان الله.